السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اوبن ستوديو، وده البرامج اللي بتعمل اناليسز وبتعمل دراسة للموضوع الاستدامة. طيب اول حاجة عشان تبدأ تشتغل لازم تديله ملف ويزر فايل. ممكن تجيبه منين؟ لو ما عندكش هتدخل على موقع انرجي بلس ويزر وتحمل الملف. خلينا نبدأ نحمله. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز ايجيبت، او من الخريطة تدوس على المكان اللي انت عايزه، او من اللي في الجنب دي تقدر تختار اللي انت عايزه. ممكن تقول له انا عايز هنا من الخريطة. مثلا دوت او دوت. يقول لك بقى عايز تحمل انا ملف، ممكن تقول له مثلا عايز احمل الملف اللي هو الـ EBW. اقول له سيف، وبعد كده هروح للبرنامج واقول له انا عندي الملف اهوت، تحمل اوبن. فهو اوتوماتيك بيفتح الملف ده وياخد كل الملفات اللي هو عايزها، كل الداتا، يعني مش هدخل حاجه مانوال، خلاص هو دخل كل الداتا. تمام. طيب دلوقتي بقى ممكن تقول له سيلكت يير باي مثلا كالندر يير، وتحدد السنه اللي انت عايزها. تمام، يعني ياخد مثلا 2023 مثلا. طيب هنا بقى الاشري اللي احنا هنشتغل بيه، تبدا تختار هنا السي اي سي زون، تبدا برضه تختار دي لايت. دلوقتي بقى اون السنة دي عاملين نقول. تمام، هنا بقى ديزاين دي الديت، هنبدأ ندخل احنا بقى الداتا ديت مع بعض. تمام، من الشاشات اللي جاية ان شاء الله. اللايف سايكل كوست، تبدأ تشوف الاناليتيك. طيب لو في حاجة مش واضحة دوس على هنا هيبدأ يشرح لك ايه القيم اللي المفروض ان انت تدخلها. هنا اليوتيليتي بيلز، الفواتير، كل ما ندخل معلومات هتبدأ تظهر معانا المعلومات بشكل افضل. طيب ننتقل للشاشة اللي بعد كده. هنا بيقول لي السكادول، يعني المبنى بتاعك دوت غرفة غرفة، ايه السكادولات اللي شغالين بيها. يعني مثلا ده حاجة عائلية فهشغل 24 ساعة، ولا مثلا طلاب، فايه طريقة الحسابات بتاعتها. عندنا مثلا للناس اللي موجودة، للأجهزة الكهربائية مثلا، وهكذا. فتلاقي جداول، طبعا الجداول دي انت بتعملها مره واحده وتبقى موجوده معاك في اللايبراري بتاعتك، تقدر انت تستخدمها في اي وقت. وفي مكاتب بتبقى موجوده جاهزه، يير سكادول اهوت. طيب لو انت عايز تعمل سكادول هتدخل هنا في السكادول، اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل نيو اوبجكت. ده بقى هيبقى عباره عن ايه، فراكشنال ولا انتجر ولا. طيب هقول له ابلاي، يطلع معانا السكادول بالشكل دوت، اللي هو مثلا لو احنا بنتكلم على البشر اللي قاعدين في المكان، فنقدر نقول مثلا هنفترض ان هم كلهم موجودين مثلا من الساعة 12 مثلا للساعة 8. تمام، هتدوس هنا كده مرتين وتبدأ تسحب لفوق ان هم موجودين كلهم. بعد كده حصل ان في بعض الاشخاص مثلا خرجوا للشغل ورجعوا مثلا على الساعة مثلا 7 بالليل، وتبدأ تسحب مثلا بالشكل ده. فانت كده اديته بشكل سهل الناس اللي موجودة في المكان دوت كانوا موجودين من الساعة كام من الساعة كام. نفس الفكرة للأجهزة الكهربائية، كانوا موجودين من الساعة كام من الساعة كام. طبعا هنا ادي بقى اسم الجدول عشان يبقى مفهوم، بس كده هو يوما مثلا. فكده احنا ظبطنا السكادول. طيب لو النشاط ده بيختلف في صيف او شتاء، فانت ممكن تعمل القواعد نفسها خاصة بيك. يعني ده مثلا ديفولت، ممكن تعمل واحد تاني. تمام اهوت، يبقى ده مثلا هيبقى ليه اسم تاني. تقدر تغير الاسم اللي انت عايزه، تقدر ان انت تغير برضو القيم اللي ده مختلفة عن دوت. يعني ده مثلا من شهر كذا لشهر كذا، ده من توقيت كذا توقيت كذا. عندك هنا سبيشال دي بروفايل، تمام، ده حاجة خاصة بالسمر، وده حاجة خاصة بالوينتر، وهنا بالهوليدي
مثلا تقدر تختار الهوليداي وتقول له انا هاخد انهي بروفايل اعتمد عليه، مثلا ديفولت داي سكادول. هو هناخد السكادول دوت كبداية وبعد كده احنا نعدل عليه.